ما أبي أسمع البنت وهي تبكي. إيش فيك يا رجال؟ هد شوي. اسكت وانثبر وخلك في حالك. يا الظاهر العصبية ذي مي عشان البنات، كلنا عارفين ليش. يا فايز ترى خلفها رزق إن كان بنت ولا ولد. صص محاضراتك هذه وفرها لنفسك، ونصايح ما أبي. أنا ماني جالس أنصحك. بس يا عيال تطاقون قدامي بعد؟ اسمعون أبوك، الرجال الشديد والكفو هو اللي يرحم أهل بيته ويكرم أمرته. تعالوا يا بنات، تعالوا يا أبوي، تعالوا عند جدكم. تعالوا يا هلا بالحلوين، يا هلا. تعال يا حبيبي، تعال قد هنا يا أبوي، تعال كده. وانت تدي احليلها، تعال. شو اللي مزعلك؟ وش اللي مزعلك يا روح جدو؟ ها؟ شو تزعلون الحلوه هذه؟